مع اكتمال وصول حجاج القرعة إلى مكة المكرمة، تتواصل التيسيرات المقدمة لهم من بعثة حج القرعة تمهيدا لأداء المناسك. تتابع غرفة عمليات مجهزة أحوال الحجاج خلال المناسك بالأماكن المقدسة. اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وسط تيسيرات تقدمها بعثة حج القرعة لهم، في مقدمتها فنادق الإقامة التي تم اختيارها على مقربة من البيت العتيق. ما هي إلا خطوات يخطوها الحجاج مترجلين من الفنادق باتجاه المسجد الحرام، وهو ما لاقى ارتياحا كبيرا بين أوساط حجاج القرعة. المسافة بين الفندق وبين الحرم لا تتجاوز 100 متر. كل هذا الأمر، كل هذا التسهيلات على الحجاج، أود أن أشكر قيادة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على حسن التنظيم وحسن الاستقبال وحسن التفويج لجميع الحجاج. فندق قريب من الحرم، سكن جميل، ترتيبات جميلة، قايمين بالواجب معانا كحجاج. الغرف مستواها كويس، مستوى الفندق ممتاز، مفيش أي معوقات، أي تسهيلات أو أي حاجة بنطلبها بيكون تسهيلها فورا. استقبلونا بالترحاب بصراحة، والفندق بصراحة قريب جدا من الحرم، وكل الناس بصراحة هنا في خدمتنا. بهو فنادق الإقامة يشهد حركة مستمرة من الضباط للاطلاع على أحوال الحجاج والوقوف على متطلباتهم. الابتسامة تعلو وجوه الجميع بالفوز بأداء المناسك وما تقدمه بعثة حج القرعة من تيسيرات وإجراءات تنظيمية لراحتهم. أول ما دخلنا منتهى الراحة، الشنط بتاعتنا لقيناها على بيبان الأوض بتاعتنا، كل واحدة مكتوب عليها رقم الأوضة. بصراحة قايمين على خدمتنا بمنتهى الأمانة. أمور الحمد لله ميسرة، وكلها سواء كانت إقامة هنا في الفندق أو أي خدمات هم بيوفوها بالنسبة لنا، والأمور الحمد لله بخير. كل حاجة الله أكبر، والخدمة ممتازة ومرتاحين جدا والله. احنا فعلا متمتعين بهذا الرحلة الكريمة من وزارة الداخلية، وبنشكر وزارة الداخلية على هذا المجهود الكبير اللي هي أيمان معانا. وكل حاجة كويسة جاو، وكل حاجة مشيانا 24 جرام. غرفة عمليات مكة والتي شكلتها بعثة حج القرعة تتولى إدارة ومتابعة شؤون الحجاج المصريين منذ لحظة مغادرة الأراضي المصرية وصولا إلى الأراضي المقدسة، وطوال فترة الرحلة من إقامة وإعاشة وانتقال وكذا حالتهم الصحية واتخاذ كافة الإجراءات لرعايتهم بالتنسيق مع الجهات السعودية ذات الصلة وغرفة عمليات مجلس الوزراء المصري. جيت غرفة العمليات النهاردة عشان أستفسر على مناسك الحج، إيه هنبدأ إمتى وهنتحرك إمتى، يعني عشان نعرف إيه هنبدأ بإيه الأول، هنروح مينا ولا هروح إيه. فسيادة العقيد بصراحة الحمد لله تفضل سيادته بشرح، شرح لي كل حاجة وهنبدأ إزاي وهتتقسم إزاي أحياء. ميسر لنا كل حاجة في المطارات، سواء مطار القاهرة أو مطار جدة وقت الوصول. الباصات كانت فاخره جدا، يعني حتى الحاجات كانوا وصل لنا لبس الاحرام وخط سعودي مجرد ما جينا فعلناه. فخوره ان بلدي بتقدم لنا هذه الخدمه المنظمه على ايد ناس محترفين. الفندق نفسه بيقدموا الخدمات، مفيش اوضه ناقصه حاجه، وعلى طول في اشراف عليهم ويمروا على النقط، اي نواقص في الاوضه بيكملوها وكده. وتشهد فنادق اقامه حجاج القرعه تنظيم ندوات دينيه للتوعيه بمناسك الحج والرد على استفسارات الحجاج. بسم الله ما شاء الله، ارشادات ممتازه بالنسبه للحج وبالنسبه للعارف بتعرفه بزياده، واللي مش عارف بتعرفه. ده كان دي مناسك، ربنا يقبل من الجميع. عندنا كمان مجموعه شيوخ من الازهر، ما شاء الله بنسالهم بدل مره 10 مرات يعني في كل حاجه، وهم بيجاوبوا علينا في كل حاجه، وعندهم استعداد لو اي سؤال نسالهم يجاوبوا عليه في كل حاجه يعني. هكذا يسرت بعثة حج القرى على الحجاج لأداء مناسك الحج والاستمتاع بالأجواء الروحانية طوال فترة الرحلة المقدسة. تضع بعثة حج القرعة كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج القرعة هنا بمكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك. فنادق إقامة موجودة بالقرب من الحرم المكي الشريف، إضافة إلى حزمة من التيسيرات الأخرى التي بدت واضحة على وجوه الحجاج هنا بمكة المكرمة. من مكة المكرمة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.